السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. شخصية السفيرة الأمريكية المقلقة للمشهد السياسي اليوم يضعها البرلمان على طاولة المناقشة لمعرفة الأهداف وراء تحركاتها، وكذلك صمت وزارة الخارجية إزاءها لما الجميع يعلم أن واجبات السفير وفق الأعراف الدولية هي واجبات ما تتعدى كونها دبلوماسية فقط، لكن اليوم واشنطن يبدو أنها تعاود مد ذراعها في العراق بطريقة مغايرة وغير مباشرة من خلال تحركات سفيرتها وزيارتها إلى محافظات العراق. هاي السلوكيات اللي جاءت بها السفيرة الأمريكية نتحدث عنها بما جعلت الشبهات تحوم حولها والاستفهامات تطرح عن أهداف وأسباب هذه التحركات، لذلك البرلمان بدأ يتحرك بهذا الشأن لتفادي الخطر اللي يحذر منه المتابعون للمشهد السياسي. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة راح نتحدث عن التفاهمات الجديدة واحتمالات المطروحة اللي ترفع من مؤشرات عودة الأطراف المعنية بالاتفاق النووي إلى طاولة المباحثات مرة أخرى بعد أن توقفت عام 2015. بث النبض مرة أخرى جاء بعد تأكيد الجمهورية الإسلامية على اتباع أطر الدبلوماسية لحل هذه الإشكالية واستعدادها لجولة أخرى من المفاوضات، شريطة تحمل جميع الأطراف المسؤولية، وما موقف إيران الذي جاء بعد الإشارات الإيجابية الضمنية اللي أرسلها فريق الوكالة الذرية على مدى التزام طهران بالمحددات واللي راح يمهد حتما لأرضية مناسبة ترفع من معدلات العودة فيما يخص الاتفاق. فمجرد الاجتماع والقبول بفكرة الحوار هو تقدم في كل الأحوال. إذن مشاهدي الأحبة هذه دعوة لمرافقتنا في حصادنا لهذه الليلة حتى نناقش هذه المواضيع مع ضيوفنا الكرام. بعد التحركات الأخيرة للسفيرة الأمريكية يفسر المراقبون وفق المؤشرات المطروحة في الساحة أسباب تخطي القوانين الدولية بهاي الجراءة والعلن بتعدي المهام الخاصة للسفراء. بالمقابل تطرح الأسئلة بعض الجهات حتى نشوف ما شنو المراد من هاي التحركات والسلوكيات اللي وصفوها بالمستفزة والمريبة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام بعد مشاهدة تقريرنا اللي عدت أن الزميلة نهى الشمري. عدة اعتبارات وأطر قانونية يجب أن تخضع لها السفيرة الأمريكية لتحركاتها داخل العراق لتحجيم دورها في المهام الدبلوماسية المناطة لها، تحذيرات تتوالى من جر العراق إلى التطبيع ربما أو خضوعه للإرادات الأمريكية، خصوصا وأن آلينا رومانسكي هي حلقة الوصل والشخصية المقربة من الإدارة الأمريكية. فعلى إثر إثارة الشبهات حول تحركات السفيرة الأمريكية المنتهكة للقوانين الدبلوماسية التي حددت من خلالها مهام السفراء، امتعضت أطراف سياسية وشعبية حيث تم جمع تواقيع نيابية تطالب بإحضار وزير الخارجية لمعرفة ماهية طبيعة التحركات والزيارات التي تقوم بها سفيرة واشنطن وتدخلاتها في شأن العراق الداخلي. فمن داخل أروقة البرلمان تحركات باتجاه استدعاء آلينا رومانسكي للكشف عن النوايا التي تحملها السفيرة الأمريكية، ويرى المراقبون أن استدعائها من قبل وزير الخارجية العراقي إن لم ينهي مهامها في العراق فعلى أقل تقدير يضع لها الخطوط الحمر ويتضح رفض الأوساط السياسية من تلك التحركات المشبوهة وبالتالي يحجم دورها داخل البلد. فبقاؤها بهذا الحال والتجوال بين محافظات العراق ربما يحدث خطرا واضحا على السياسة الداخلية للبلد، خصوصا وأنها بدأت وبشكل علني تطلق التوصيات وتشير ببعض القرارات بشأن السياسة الداخلية، وهذا ما يثير المخاوف لدى المراقبين للمشهد السياسي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية الآمال الجامعة، أهلا بك دكتور ضيفا كريما. أهلا وكذلك وسهلا. ورحب بالأستاذ عباس العقابي الخبير القانوني، أهلا بك أستاذ عباس ضيفا كريما. أبدأ مع حضرتك دكتور عامر، نتحدث عن زيارة السفيرة الأمريكية إلى جهات تنفيذية جهات قضائية، سبق وأن أصدرت الحكومة بان تسلمها مهامها بأن أي تحرك نحو الدبلوماسية والسفارات يجب أن يكون عبر التنسيق مع وزارة
الخارجية، ولكن هل أن هنالك تنسيق؟ هل أن هنالك عدم تنسيق؟ هذه التحركات في أي خانة نضعها من وجهة نظر سياسية دكتور؟ يعني من حيث المبدأ السفير معروف صلاحياته، صحيح هو ممثل رئيس دولته في دولة أخرى، لكن هذه منظمة وفق قواعد الدبلوماسية، وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نحدد المسؤولية سوف يكون هناك ثلاث أطراف تحت المسؤولية. الطرف الأول هي السفيرة، باعتبار يعني يفترض هي تعرف صلاحياتها وتحركها، والطرف الثاني هي وزارة الخارجية اللي يفترض أيضا أن تحدد حركة، أو لابد أن تكون على علم وبالتالي موافقة لتحركها في أي مكان بالنسبة لأي سفير من سفراء الدول الأجنبية في العراق. والطرف الثالث المسؤول هم الجهات الرسمية التي تلتقي بالسفيرة. فلدينا ثلاث أطراف. عندما نأتي للولايات المتحدة الأمريكية سنلاحظ بأنها تعمل وفق أو ما فوق القوانين، سواء كانت القوانين دولية أو سواء كانت القوانين الوطنية الخاصة بالدول. نحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر قوانين داخلية وتفرضها على دول متعددة، وعندنا الأمثلة واضحة، فرضت قانون قيصر فمنعت دول كثيرة من التحرك نحو سوريا على سبيل المثال. أيضا تتخذ قرارات، وهذه القرارات تخل بسيادة دول متعددة. فلو فهم لو فهمت الأطراف التي تلتقي بالسفيرة، ولو فهمت وزارة الخارجية أيضا، لا عرفت جيدا بأنها هذا الموضوع يخص سؤال مهم، هو سؤال السيادة. صحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية قوية، صحيح بأن هناك علاقات وثيقة مع العراق، صحيح بأن هناك اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نحن نعرف بأن مثل هذا حتى الاتفاق ثبت التزامات متبادلة ما بين الطرفين العراقي والأمريكي. نلاحظ بأن الالتزامات على الجانب الأمريكي هي غير منفذة بقدر ما أن الالتزامات على الجانب العراقي مجبرة أو مفروضة على أن ينفذها الجانب العراقي. إذن المسألة كما أكد تقريركم وكما أكدنا إنها مسألة تتعلق بسيادة العراق، ولا بد ومن وضع حدود لهذه المسألة ومحاسبة الجهات المسؤولة، وأولها وزارة الخارجية، لتبين استيضاح هل إن كانت بلا علم فهذه مصيبة، وإن كانت عندها علم وتسمح لهذا التحرك فالمصيبة تضاعف حقيقة. طيب أستاذ عباس، وجدت ترحاب بحضرتك. يتحدث ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض عن هذه المهام التي تؤديها السفيرة. قبالتها كان هنالك جمع لتواقيع نيابية لاستضافة وزير الخارجية حول هذه التحركات حتى يشوفون هل أن هذه هي مصيبة أم المصيبة الأعظم، وزارة الخارجية لا تعلم بهكذا تحركات. تحية طيبة لك مجددا ولمشاهدينك الكرام وإلى ضيفك الكريم أستاذنا الفاضل الدكتور عامر. نعم، من حق البرلمان أن يمارس دوره الرقابي كما له الحق في أن يمارس دوره التشريعي. استنادا للمادة 61 رسم الدستور العراقي ثلاث حالات الرقابة: السؤال وطرح موضوع عام للمناقشة والاستجواب. اختير على أن يكون هنالك طرح موضوع عام للمناقشة استنادا للمادة 61 بموافقة 25 عضو من أعضاء البرلمان، ويكون هذا الطرح هو للقراءة ما موضوع مختص به السلطة التنفيذية، كأن يكون هناك
وزير أساء في عمل معين أو قصر في عمل معين، وهذا ما حدث مع وزير الخارجية العراقي عندما شاهدوا تدخل السفيرة الأمريكية في جميع الوزارات وزيارة المحافظات وزيارة بعض الشخصيات. بادر أحد النواب وجمع 25 توقيع إضافة إلى توقيعه، وتم إبلاغ السيد وزير الخارجية بذلك على أن يكون هنالك موعد يحدد من قبل الوزير نفسه، لأن آلية الطرح موضوع عام المناقشة، الوزير ذاته هو من يحدد موعد المناقشة، لكن على أن لا يتجاوز الشهر من تاريخ تبليغه. يعني اليوم إذا بلغ الوزير بتبليغ على أن يحضر لطرح موضوع عام المناقشة، خلال شهر يجب أن يحدد هذا الموضوع، وبالتالي مخرجات المناقشة، مخرجات طرح موضوع عام المناقشة لا ترتقي إلى مرحلة الاستجواب، أي ليس لها خطورة على الوزير. الاستجواب يمكن من خلاله أن يأتي بسحب الثقة من الوزير، لكن طرح موضوع عام المناقشة تكون نتائجه غير سحب الثقة، وإنما هي لمناقشة موضوع والخروج بمخرجات ترضي جميع أطراف أعضاء البرلمان. إذا لم يقتنع أعضاء البرلمان بإجابة وزير الخارجية سينتقل الموضوع حتما إلى الاستجواب، وبالتالي هل أن وزارة الخارجية لديها علم بتحركات السفيرة الأمريكية؟ نعم، أنا أعتقد لديها علم، بما نحن البسطاء لدينا علم، لأن السفيرة عندما تلتقي بشخصيات وبوزراء وبسفراء تقوم بنشر على صفحتها الرسمية بهذه الزيارات، وهذا مثل ما تفضل الدكتور عامر هنالك صلاحيات للسفير. صحيح السفير يمثل رئيس الدولة في بلد في البلد المستضيف، لكن هنالك حدود نظمتها القوانين الدولية والدبلوماسية على أن لا تتعداها. نعتقد من يصل بمرتبة السفير يعرف حدوده وصلاحياته، لا يمكن أن يؤثر على مصلحة البلد أو سيادة البلد. صحيح العراق تم احتلاله من قبل القوات الأمريكية عام 2003، لكن هذا لا يعد مبرر للتدخل في شؤون البلد الداخلي، وبالتالي المسؤول الأول أمام مجلس النواب هو وزير الخارجية العراقي، على اعتبار أن السلطة التشريعية البرلمان العراقي ليس له صلاحية أن يوجه مباشرة إلى السفير، هنالك وسيط هو وزير الخارجية، يفترض على وزير الخارجية أن يتخذ قرار بشأن ذلك، أو يدين أو يرفع مذكرة احتجاج لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى منظمة الأمم المتحدة. طيب دكتور عامر، يعني هذه المذكرات الاحتجاج أو غيرها من الإجراءات سبق وأن طالبت بها بعض الجهات السياسية بأن يكون التعامل بالمثل، على سبيل المثال يكون يسمح للسفير العراقي في الولايات المتحدة زيارة المؤسسات الوزارات واللقاء الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة كمعاملة بالمثل، ولكن أيضا هنالك بعض المراقبين أشاروا إلى أنه السفيرة الحالية كان لها يد طولة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، عملت في CIA لمدة 10 سنوات، بالتالي هي تعرف كيف تتحرك وكيف تسوق لموضوعات لا تظهر إلى العلن، وليس كما يعلن عن هذه الزيارات وهنالك موضوعات خافية وتدخل كبير في القرار العراقي. يعني علينا أن نفرق ما بين علم وزارة الخارجية وما بين الإذن اللي تمنح وزارة الخارجية لتحرك أي سفير. لا نعرف حتى هذه اللحظة، مثل ما تفضل الدكتور عباس، يعني الكل يعلم، ولكن هذا الكل الذي يعلم هل أن هناك إذن، يعني أخذت إذن بالتحرك أم لم تأخذ إذن، يعني لحالها تصرفت. فإن لم تأخذ إذن فهذه المسألة وزارة الخارجية ستكون عالمة بالموضوع وعليها أن تتخذ إجراء، يعني هم تتحمل المسؤولية. وإذا كان هناك إذن بالموضوع فهذه نرجع نقول المصيبة أكبر، يعني تحركاتها. بعدين العراق خرج من خانة كونه دولة محتلة، واحد. العراق حكومته منتخبة وليست، فأنا أستغرب لماذا التردد في عدم المحاسبة لمثل هذه الموضوعات. يعني ما الذي يخشى منه
سواء وزارة الخارجية أو الحكومة أو حتى العراقيين وحتى مجلس النواب، ما الذي يخشى منه في محاسبة هذا مثل هذه التصرفات؟ لا خشية في الموضوع. العراق مؤسساته السلطات الثلاثة تدخل في دائرة التمثيل الشعبي، يعني هي منتخبة، فهذا يفترض أن تكون قوية. ولكن أرجع وأقول المسؤولية أيضا يتحملها من يستقبل هذه السفيرة. يعني نحن نعلم جيدا يعني من خلال عملنا حتى في الجامعات، إذا كان هناك سفارة وصارت هاي الحالات، السفير لديه محاضرة في جامعة، فلا بد أن تكون هناك مخاطبات ما بين وزارة التعليم العالي من الجامعة إلى الوزارة ومن الوزارة إلى وزارة الخارجية، يكون عندها علم لكي يأتي مثل هذا السفير ليلقي محاضرة من المحاضرات. فأنا أعتقد يعني تحركات السفيرة يفترض أن تكون تحركات منضبطة ولا خشية ولا تردد من الطرف العراقي في أن يحاسب هذه السفيرة على غرار محاسبته لأي سفير من السفراء. هذه المسألة يعني لا خوف منها ولا خوف فيها عندما تكون هناك محاسبة تبدأ من وزارة الخارجية بالأساس، وإن لم الأمر يعني ما يفض بهذا الشكل فمن حق مجلس النواب، وأنا يعني مستغرب 25 نائب، هو يفترض هذه المسألة تدخل ضمن الاستحقاقات الوطنية وليس ضمن الاستحقاقات الجهوية. هاي مسألة تخص سيادة العراق، فيفترض كل أعضاء مجلس النواب يوقعون على هاي المسألة. ولكن في العراق تعودنا على أن الأطراف السياسية واحدة من اهتماماتها الرئيسية هي كيف تكون مستقوية بالأجنبي. فهذه المجموعة تستقوي بالطرف سين وهذه المجموعة تستقوي بالطرف صاد، ولا يوجد استقواء بيني ما بين القوى السياسية العراقية بعضها ببعض بالبعض الآخر، وإنما كل طرف يعني يستقوي بجهة أجنبية مع الأسف. طيب أستاذ عباس، يعني وفقا لذلك نتحدث أيضا عن اختصاص وزارة الخارجية بمنح الإذونات للسفيرة الأمريكية لأي سفير في التواصل مع الجهات المحددة. إذن وزارة الخارجية ينحصر فقط في الجانب التنفيذي والحكومي أم يتعدى ذلك؟ يعني لاحظنا أنه السفيرة زارت الجهة القضائية، زارت الجهة التشريعية في مجلس النواب، التقت في أعلى هرم السلطة، بالتالي هذه التحركات يعني تحكمها وزارة الخارجية أم أن لكل رئاسة يعني قوانين خاصة؟ نعم، طبعا هنالك ضعف في منظومة معينة وهي قلة معرفة سلسلة المراجعات من قبل دوائرنا. أنا أجزم لك أن أغلب الدوائر الحكومية بغض النظر عن الخارجية أو القضاء أو وزارة الداخلية، اليوم أي سفير يأتي إلى أي دائرة معينة تابعة إلى وزارة، من المستحيل أن يكون هذا مدير هذه الدائرة أن يرفض استقبال السفير، على الرغم أنه يجب هنالك تكون سلسلة مراجع. على سبيل المثال اليوم سفير زار مديرية تابعة إلى وزارة الداخلية، يفترض على هذا المدير أن يطلب من السفيرة مذكرة موافقة من قبل وزارة الداخلية. هذه سلسلة المراجع يجب أن تثقف عليها مديريات الدوائر في العراق. اليوم لا يوجد لدى هذه المديريات أي ثقافة أو أي علم بسلسلة المراجع. على السفيرة أيضا أن تأخذ إذن وبالترتيب مع وزارة الخارجية، لأن وزارة الخارجية هي الوسيط المعني ما بين السفراء وما بين الدولة. فعندما يذهب السفير إلى أي وزارة يجب أن يأخذ تنسيق عمل مع وزارة الخارجية، وما هي الأسباب التي تريدها هذه السفيرة من خلال هذه الزيارة، وعلى الأقل أن تأخذ مفوض من قبل وزارة الخارجية ليكون حاضرا في هذه المخاطبات. لماذا؟ لأن لو حدث أمر معين أو نقاش معين دون علم وزارة الخارجية
وذهب هذا الأمر إلى أبعاد دولية، على الأقل يكون لدى وزارة الخارجية علم بما جرى في هذا الاتفاق. اليوم السفيرة تجول في جميع الوزارات وفي جميع المحافظات، ولا علم لوزارة الخارجية في جدول أعمال هذه السفيرة، مع من تحدثت، ما هي الأمور التي تناولتها، وهل هذه الأمور شأن داخلي أم شأن خارجي، وبالتالي سيضع وزير الخارجية في حرج. اليوم استضافة وزير الخارجية هي تنبيه له على أنه يجب مراجعة حساباته، وعلى أن يصدر أوامر على أنه لا يمكن لأي سفير أو أي وزير خارجية من خارج البلد زيارة العراق أو الالتقاء بأي جهة تنفيذية أو تشريعية ما لم يكن هنالك تنسيق مع وزارة الخارجية. هذا من جانب السلطة التشريعية ومن جانب السلطة التنفيذية. أنا أسأل سؤال، ما علاقة السفيرة الأمريكية بالقضاء العراقي؟ القضاء العراقي هو قضاء مستقل، ولا يمكن التدخل بشؤون القضاء، وهذا ما أشار إليه الدستور العراقي بالمادة 88، القضاء مستقل لا سلطان عليه في قضائه، ولا يمكن لأي سلطة تدخل في شؤون العدالة. فكيف أنه بإمكان وزيرة خارجية أن تلتقي بأعلى رأس هرم في مجلس القضاء العراقي؟ يعني ها أمور 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 القضاء أمور حرجة جدا، وخصوصا لدينا ملفات تهم السياسيين وتورطهم بعمليات الفساد، وقد تكون هذه يعني قد تكون وساطة من السفيرة الأمريكية، قد يعني لا أعلم بذلك، ولكن يجب أن يكون هنالك تنسيق على أعلى المستوى من قبل وزارة الخارجية، وإن لم يكن هنالك التنسيق فعلى وزير الخارجية أن يصدر أوامر بأن يمنع، أو رئيس الوزراء بأن يمنع أي جهة تنفيذية أو تشريعية مقابلة أي سفير ما لم يحصل على إذن من وزارة الخارجية. صح، ولا يوجد اليوم لا يوجد أي قانون، ولكن هنالك عرف، وحفظا لسيادة العراق أن تكون هنالك تعليمات تصدر من قبل وزير الخارجية. طيب دكتور عامر، يعني هذه المطالب أو المطالبات من قبل النواب اللي أشرت لها حضرتك رغم قلتها تبدو أنها خجولة، نتحدث هل من الممكن أن توصل إلى مرحلة تكون هذه المطالبة باستبدال السفيرة الأمريكية في العراق، خاصة وأن ملفها كما أوضح جنابك وأستاذ عباس عليه كثير من الشبهات، وعملت في مكانات سابقة CIA، دبلوماسية في الكيان الصهيوني، كل هذه الإشكالات، هل من الممكن أن تكون مطالبة جريئة من الحكومة العراقية باستبدالها؟ يعني هي أي تنسيب سفير لأي دولة يفترض أن تكون هناك موافقة من قبل وزارة خارجية هذه الدولة اللي تستضيفها عليه قبل أن يصل يطأ قدمه أرض العراق أو الدولة المستضيفة. فبالتأكيد الخارجية لديها معلومات هي كيف توافق على استقبال مثل هذا السفير ليكون سفيرا في بلادها، وهي تعملها كل الدول توافق من بعد أن تجمع المعلومات. فهل المعلومات هاي واصلة؟ بالتأكيد ليست خافية. المشكلة الأخرى في هذه القضية هي أولا أن هذه الزيارات يعني تعلن بوقاحة من قبل الطرف الأمريكي في كل وسائل الإعلام. يعني أحيانا تصير لقاءات أو زيارات سرية يعني غير معلنة على الميديا ووسائل الإعلام، ولكن حتى غير المعلنة يفترض أن تكون وزارة الخارجية على علم بها، وهي اللي تنظم مثل هذه الزيارة. هذه واحد. اثنين، احنا عندنا بعد مشكلة أكبر. المشكلة الأكبر هي ليست فقط زياراتها المعلنة إلى الجهات المتعددة. المشكلة الأكبر هي من، هل هناك حصر لمن زار السفيرة في السفارة من القوى السياسية ومن المسؤولين؟ هذه هم مسألة أخرى علينا أن هي قاعدة بالسفارة ترى تستقبل الكثيرين، فحتى استقبالها لهؤلاء هاي المسألة أتعس تصير. يعني مو فقط بوقاحة تزور وتعلن على مستوى، ما هي الزيارات غير معلنة اللي تستقبل بها داخل السفارة؟ يضاف إلى ذلك أنها تذهب إلى شخصيات
ليس لها موقع رسمي. صحيح ربما زعامات ربما كذا، لكن هذه المسألة أيضا هي يعني مو ما تدخل ضمن العرف الدبلوماسي، أنه تلتقي بشخصية حزبية مثلا هو ليست لديه موقع. فكل هذه الأمور يعني يفترض أن تأخذ بالحسبان. بس نرجع مرة ثانية ونقول من هو المسؤول عن هذه المسألة؟ طالما أن هناك مسؤولية بالداخل العراقي فبالتأكيد هذا التمادي سوف يستمر. ونحن نعرف الولايات المتحدة الأمريكية هي حتى مع حلفائها هي حليف غير موثوق به على مستوى توجهاتها بالسياسة الخارجية أزاد دول العالم. يضاف إلى ذلك أقول ما هو الخوف من الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهي الآن تعاني من مشكلة تفتت القطبية الأحادية. احنا نعرف هناك بلدان متعددة، نعرف أيضا بأن العراق بالمعلن يؤكد بأن توجهاته إلى الخارج لابد وأن تقوم على أساس التوازن. التوازن يفترض أن يكون في كل شيء. فهل لو كان السفير الإيراني على سبيل المثال يقوم بذلك لضجت الأمور على مستوى خاص وعام؟ لو كان السفير الروسي على سبيل المثال تنقلب الدنيا في الولايات المتحدة الأمريكية حول مثل هذا الموضوع. يعني هذا مؤشر جدا مهم حضرتك اللي تفضلت فيه دكتور عامر حسن فياض، وأسأل حضرتك أستاذ عباس عن هذه القضية اللي يثيرها دكتور عامر حول الزيارات المتبادلة. يعني ليس كل الجهات تذهب لهم السفيرة، بل الأخطر أن الجهات التي تذهب إلى السفيرة، وهنا نتحدث عن طبيعة هذه اللقاءات، المواضيع اللي تطرحها السفيرة، بل الأدهى من ذلك الأسرار التي يفصح بها الزائرون للسفيرة تخص الدولة، وهذا الموضوع ينعكس على القرار السياسي وبدا واضحا. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الوثيقة اللي وقع عليها النواب ونشوف أنه من فئات أو جهوية عبر عنها الدكتور، راح يجيب لنا عن بعض التساؤلات اللي من الممكن أن نعرف من خلالها من المستفيد من هذه الزيارات. نعم، طبعا جميع ما او اغلب ما التقت بهم السفيره الامريكيه هم جزئين. الجزء الاول الجهات الرسميه والمعروفه، الجماعات الاخرى اللي التقت بهم السفيره هم ممثلي عن احزاب وكتل، وهذا لا يمثل القانون حقيقه، لان هؤلاء هم خارج السلطه يمثلون اعضاء مجلس النواب جزء قليل. والدليل على ذلك ان من قاموا بالتوقيع او الاستضافه الى وزير الخارجيه هم 25 نائب من اصل 329 نائب، وهذا الأمر يعني حقيقة مخجل، لأن هكذا زيارات إلى دوائر وخرق بعض الأمور الدبلوماسية، وأنا أعتقد أنها تجاوزت وزارة الخارجية وهذا تجاوز سيادة العراق. يجب أن يقف أعضاء مجلس النواب متكاتفين بغض النظر عن الخلافات، لكن المسألة تخص وتمس سيادة العراق، يجب أن على الجميع أن يستضيف وزير خارجية. الآن هسه وزير خارجية مو هو الشخص المعني بالموضوع، لكن على الأقل أن يكون هنالك موقف من ممثلي الشعب العراقي اتجاه الجانب الأمريكي، أو يعني بواسطة وزير الخارجية. أما أن تفشل الأسرار، بالتأكيد يعني الجميع اليوم كل رئيس كتلة لديه مجموعة من النواب، وهؤلاء مجموعة من النواب يملكون معلومات خطيرة عن العراق وعن الأمور السرية التي يجب أن لا تفشى إلى الشعب العراقي. فبالتالي كيف يمكن اللقاء مع الجانب الأمريكي ويفشى لهم الأسرار؟ وهذه الأمور تخص سيادة البلد، وخصوصا الجانب الاستخباراتي الجانب الأمني، هذا كلها على اطلاع من قبل السفيرة الأمريكية مع الجهات المعنية، وهذا يضر بمصلحة العراق. قد تسألني هل يسأل هؤلاء على قانونا أمام القضاء العراقي؟ بالتأكيد لا، يعني هنالك مبادئ قبل أن تكون هنالك قوانين. القوانين العراقية لم تحظر على أن يلتقي شخص بسفير ويعاقب، لا يوجد هنالك نص قانوني، لكن هنالك أعراف، وهذه الأعراف هي دولية، يجب أن تكون هنالك الالتزام بتلك الأعراف، وهنالك بوابات رئيسية يمكن من خلالها الدخول إلى مبتغاها. السفيرة الأمريكية يجب أن تخاطب وزارة الخارجية، وزارة الخارجية تخاطب الجهات المعنية بهذا اللقاء.
هسه اليوم انا على سبيل المثال ممثل عن سلطه تنفيذيه في دائره معينه والتقت بها السفيره الامريكيه، بالتاكيد لدي ليس لدي ما يمنع من مقابله السفيره الامريكيه، وليس لدي ما يمنع من طرح موضوع امام السفيره الامريكيه، وبالتالي لكي نحد من هذه المشكله يجب على مرؤوسي ان يصدر اوامر بعدم اللقاء مع اي جهات دون اخذ موافقه وزاره الخارجيه، هو هذا يحكم الموضوع، وبالتالي على مجلس النواب على الاقل ان يصدر يعني نص تشريعي يحظر اللقاء مع الجهات الاخرى دون موافقه وزاره الخارجيه العراقيه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عباس العقابي الخبير القانوني، والشكر الموفور لحضرتك الدكتور عامر حسن فياض عميد كليه الامال الجامعه. وبعد الفاصل نتابع مشاهدي الاحبه، كونوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه في هذا الملف. ارحب بضيفي الكريم الدكتور مصطفى البهادلي استاذ العلاقات الدوليه في الجامعه المستنصريه. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا. حياكم الله. اسال حضرتك عن موضوع مهم للغايه، عن الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اللي ابدت تجاوب ايجابي. هذا التجاوب للاسف كان يعني ليس مباشر بل كان ضمنيا خلال زياره رئيسها الى ايران. بالنتيجه هل راح تعود لتعمل وتقيم علاقات جديدة حول الملف النووي الإيراني وفق المواصفات الفنية شروط الالتزام، أم الضغوط الأمريكية راح تحول دون ذلك؟ كل التحية والتقدير لجنابك الجمهور قناة الأيام. الحقيقة كانت زيارة السيد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجمهورية الإسلامية، وحسب ما عبر هو في بياناته وفي لقاءاته كانت قد اتسمت بمنتهى الصراحة بمنتهى التعاون من الجانب الإيراني، واستثمر الجانب الإيراني هذه الزيارة لكي يؤكد المرة تتلو المرة، سواء عن طريق مدير الوكالة مدير الطاقة الذرية الإيرانية أو عن طريق السيد وزير الخارجية الذي التقى بالطاقم الدولي، وكذلك اختتم الزيارة بلقاء مع السيد رئيسي إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكل اللقاءات أكدت رغبة إيران بالتوصل إلى حلول سلمية لهذا الملف وغلق هواجس الغرب مرة، ووكالة الطاقة الذرية هواجسها اللي كانت متعلقة الحقيقة ببعض الأمور الفنية. نعم. طيب دكتور، يعني أسأل حضرتك يعني إلى أي درجة من الممكن التفريق بين أو اعتبار زيارة مدير الوكالة الدولية إلى إيران بأنها تمكنت من تحريك المياه الراكدة في الملف النووي الإيراني، وضع على سكة التعاون المشترك؟ يعني هو هذه كانت جدا مناسبة مثل ما قلت لجنابك، زيارة الوفد الفني يعني أسميه وليس السياسي، لأن منظمة الطاقة الذرية الدولية هي معنية بالأمور الفنية، والمفروض هنالك اجتماع لمندوبي الوكالة في هذه الأيام يرفع تقريره إلى مجلس الأمن حول ما تمخضت عنه هذه الزيارة. كل المؤشرات سيد الكريم يعني تؤكد من أن الملف أقلها في الجانب الفني قد حسم، وإيران عاقدة العزم سيد الكريم على أن تزيل كل مبررات الشكوك التي
تدفع بالوكالة إلى اعتماد قرار أو موقف سلبي، وتزيل كل الهواجس لدى الغرب ويعني بطريق غير مباشر، وبالتالي هي قد تفتح المجال لعودة ما يسمى بالاتفاق النووي مع 5+1. لكن كل هذه المؤشرات الإيجابية اللي انطوت عنها الزيارة، واللي كان حقيقة أنا تابعت الملف يعني على مدار 3 أيام لكل الإعلام الغربي، كان انطباعاتهم يعني انطباعات مدير غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطباعاته جدا جدا إيجابية، وقال بالنص أننا نجري تفاهمات بروح من التعاون والصراحة البناء، وهي أول مرة على فكرة يعني أيضا من المفيد أن نذكر من أنه التقى بالسيد رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني خلافا للزيارات السابقة، مما يدل على الجدية التي تبديها الجمهورية الإسلامية في هذا الملف الحساس، وهي بذلك أي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد أن تبدد كل الهواجس وكل أنواع القلق لدى المنظومة الغربية، وأملا في العودة للعمل بما يسمى بالمجموعات المجموعة المشتركة الدولية أو مجموعة 5+1. نعم. طيب دكتور، يعني اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم السيد سعي شهرودي الباحث والكاتب في الشأن الإيراني، يحدثنا عبر سكايب من طهران. حياك الله سيد شهرودي. الجمهورية الإسلامية حسب توصيف الدكتور مصطفى البهادلي أبدت استعدادها لعودة إلى طاولة المباحثات في الاتفاق النووي الإيراني. أسأل حضرتك، ما دلالات هذا يعني هذا الموضوع أو هذا الاستعداد من الناحية الزمنية؟ هي طيبة لك أستاذ أحمد ولضيفك ولجميع المشاهدين. لك كل التحية. فقط لو تسمح يعني التصحيح البسيط، سعيد شاوردي. شاوردي، نعم سعيد. أحسنت. أستاذ أحمد، طبعا إيران كما تعرف حضرتك أنها لم تترك المفاوضات يعني حتى يعني حتى عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، كان بإمكان إيران يعني في عام 2018 تنسحب من الاتفاق نهائيا وتمزقه كما فعل ترامب، كان ذلك من حقها، والعالم كان يتوقع أن تفعل إيران مثل هذه الخطوة، يعني خاصة أن الولايات المتحدة هي التي سببت المشكلة، فإذا كان هناك رد فعل من قبل إيران لا أحد قد يلوم إيران لو أنها انسحبت من الاتفاق نهائيا ومزقته كما فعل كما قلت ترامب. لكن بالرغم مما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وبالرغم من أن الدول الأوروبية كلها بقت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها خاصة في المجال يعني أو الشق الاقتصادي، بقت إيران لفترة عام كامل في الاتفاق تنفذ الاتفاق وبنوده بشكل كامل من جانب واحد، وهذا يدل على أن إيران احترمت الاتفاق واحترمت الـ يعني التزاماتها التي نص عليها الاتفاق. لكن بعد ذلك يعني هنا في إيران يعني نحن نظرنا إلى الموضوع أن هذا لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو، يعني نحن ننفذ الالتزامات بشكل كامل وأمريكا خارج الاتفاق، لا بل أعمدت العقوبات علينا، وأيضا الدول الأوروبية تماشت مع تلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد 2018. اليوم أيضا إيران تقول أنها مستعدة أن تستمر في المفاوضات وأن تفاوض إلى أن تحصل على حقوقها وأن تسمح للمفتشين أن يفتشوا، وتدعو غروسي إلى طهران ليزور إيران وتعلن عن استعدادها لاستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا كله أعتقد يدل على أن إيران ليس لديها ما تخفيه، يعني على عكس ما تدعي الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أن إيران تسعى إلى برنامج عسكري نووي
هذه الاستعدادات الإيرانية وعدم القلق من زيارة المفتشين لأكثر من 20 منشأة نووية يدل على أن إيران برنامجها سلمي وللأقراض المدنية وهي تريد إحياء الاتفاق النووي. ولكن المشكلة في الجانب الآخر لدى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والكيان طيب. الإسرائيلي الذي يحاول التشويش على طيب. المفاوضات في هذه الجزئية سيد سعيد نعم. أشار الدكتور مصطفى البهادلي بأن هذا الفريق أطلق عليه تسمية الفريق الفني وليس السياسي، بالتالي إذا ما استمر الرأي الأمريكي على خياره برفض الحوار ورفض طاولة المباحثات، هل راح نشهد بأنه راح تكون اتفاقات فردية بين الدول الأوروبية وطهران؟ أستاذ أحمد، يعني أكون صريح مع حضرتك، هنا في إيران ينظرون إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أنها دول تابعة بشكل كامل 100% وليس أقل من ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا تمتلك إرادة سياسية، لا تمتلك قرار، يعني قرارها مش في يدها بل هي تابعة لما يرسم لها في واشنطن. الدليل على ذلك اليوم تعرف أنت حضرتك يعني والكل يعرف أن هناك أزمة يعني خانقة في مجال الطاقة في الدول الأوروبية، خاصة لدى ألمانيا بعد أن قطع عليها الغاز من قبل روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. فهذه الدول لو على الأقل كانت تفكر بمصالحها، لا مصالح إيران، لا التزاماتها النووية، لا احترام القانون الدولي، لا احترام قرار مجلس الأمن، كل هذا يعني نتركه، ولكن مصالحهم هم أنفسهم أيضا أصبحوا عاجزين من اتخاذ قرارات للتعاون بشكل ثنائي مع إيران حتى يحصلوا على النفط والغاز بعيدا عن العقوبات طيب. الأمريكية، ولكن كل هذا لم يفعلوه، فهذا معناه أن إرادتهم ليست بأيديهم، وهم اليوم يعني يدفعون فاتورة السياسة الأمريكية. ما دام أمريكا لا تحق حلفاء نعم. لو كانوا أوروبيون، نعرف كيف قطعت الغاز وفجرت خطوط نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، فهذا يدل على أن نعم. الولايات المتحدة لا تفكر إلا بمصالحها للأسف. طيب. دكتور مصطفى، لما يكون الأمر كذلك يعني مرتهن، هذه الدول الأوروبية مرتهنة إرادتها بالإرادة الأمريكية، طيب نعم. إلى أي يعني، ومن الضرورة أيضا أن نفرق بين القضايا الشائكة بين الوكالة الدولية وإيران ومن جهة وبين واشنطن وطهران من جهة أخرى، هنا أسأل حضرتك يعني الإدارة الأمريكية بخلطها للأوراق، الأوراق الداخلية أقصد في الملف النووي الإيراني، هل ستصل إلى التعقيد أم إلى الحل؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية سيد الكريم كما عبر عنها وزير الخارجية الإيراني، هي في السر غير هي في العلن، يعني هي في العلن ترسل رسائل سلبية جدا، وفي السر ترسل رسائل إيجابية وتريد العودة إلى الاتفاق، يعني هذا خلي يكون أيضا واضح. الفرق بين الاثنين سيد الكريم، بين الوكالة جهاز فني، والموضوع هو موضوع ناس اختصاص يزورون المنشآت ويرفعون تقريرهم، والمفروض أن يكون هذا التقرير مهني وحيادي ومبني على وقائع، يعني احنا نقول عنه ساينتفك 100%، يعني علمي. وتريد إيران أن تنزع المبرر سواء من الوكالة مرة ومن الغرب مرة أخرى عن أي يعني سلوكيات غير مرغوب بها مستقبلا، وهي في ذلك تعتمد سياسة حكيمة عندما تريد أن تدفع الضرر عن نفسها، هاي واحد. اثنين، تريد أن تؤكد مصداقية خطابها، والحديث هنا عن إيران، والمصداقية ليست هي اللي تدعيها، لا بل ما يقوله الآخرون عنها، وهذا شيء مهم سيد الكريم في السياسة.
واختارت الوكالة الدولية، لأنه الوكالة الدولية هي على فكرة ولكي يفهم الرأي العام والمشاهدين إنها ممثلة بمندوب واحد من جميع الدول باستثناء إسرائيل على فكرة، اللي عندها أكبر ترسانة نووية في المنطقة، وهي ليست طرف أو ليست عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا موقعة على أي معاهدة للانتشار النووي، خلاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ترى أن موضوع مباحثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة، وهذه نقطة رقم ثلاثة، هو إحراج ما بعد إحراج للمنظومة الغربية بشكل عام وللولايات المتحدة، وهي بذلك تلقي الكرة كما يقال في الملعب الطرف الآخر، من أنه إحنا في السليم ومندوبيكم هم يزورون مؤسساتنا ومنشآتنا، لا بل أن الفريق الدولي في هذه المرة يعني حسب معلوماتي ومسموعاتي قد تمكن من زيارة مواقع لم تكن مسموح لها بزيارة من قبل. في هذه الإشكاليات بين الفني والسياسي، نعم سيد شاهوردي، هل يمكن اعتبار أن حل الخلافات الفنية بين واشنطن وطهران أو طهران والوكالة الدولية يعد البوابة المؤدية إلى حل الخلافات السياسية بشأن الملف النووي الإيراني؟ هي أيضا تخلقها للأسف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه يعني هناك جروسي هو يتخوف من الاتهامات التي توجه إليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هو يعرف جيدا أن لا يوجد شيء يعني ينبغي أن يؤدي إلى القلق فيما يخص الملف النووي الإيراني. يعني أكثر من ربع العمليات التفتيش خلال 3 أعوام التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي يعني نفذت في إيران. هناك 2000 عملية تفتيش أجريت من الوكالة في كل العالم، في كل الدول التي توجد فيها برامج نووية، وهي يعني للوكالة الدولية يعني إشراف على تلك البرامج، من ضمنها إيران أجرت 2000 عملية، 500 عملية من هذه عمليات التفتيش لوحدها نفذت في إيران. تصور يعني ربع كل عمليات التفتيش التي جرت في العالم نفذت في إيران. لو أنه هناك أي شيء كان تقوم به إيران أو قضايا عسكرية بكل تأكيد لعرفت بذلك الوكالة الدولية. فعندما لا تحصل الوكالة على أي شيء كان من المفترض عليها أن تكون شفافة وقوية في تقاريرها التي تقدمها لمجلس المحافظين وتقول أن البرنامج النووي الإيراني سلمي 100%، ولكن للأسف في كثير من الحالات عندما تصدر التقارير يعني مزدوجة وكأنما هناك شيئا ما تخفيه إيران. فهذه التقارير الضعيفة هي كما قلت تأتي بسبب الرغبة الأمريكية والضغوط الأمريكية وأيضا الرغبة الإسرائيلية. فهذه مشكلة يعني أنا أعتقد يسببها السيد جروسي وفريقه الفني. اليوم أيضا إيران يعني قالت لهم نحن مستعدون لنشكل لجنة فنية للخوض في القضايا التي تودون معرفة المزيد حولها. فهذا الاستعداد الكبير لدى إيران أعتقد ينبغي عليهم أن يتعاونوا مع إيران وأن يخرجوا هذا الملف من هذه يعني المدة الزمنية الطويلة التي أخذها، وأن تعود الأمور إلى ما كان عليه. لهذه الإيضاحات أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد سعيد شاهوردي الباحث والكاتب في شأن الإيراني، حدثتنا عبر سكايب من طهران، والشكر كثير لجنابك الدكتور مصطفى البهادي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.